في إطار طبعا متابعتنا المستمرة لجلسات الحوار الوطني، طبعا ناقشت هذه الجلسات ملف مهم جدا وهو التعليم ما قبل الجامعي وإعادة هيكلة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم. عشان كده دلوقتي معانا لقاء مع الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، أجرى هذا اللقاء زميلنا رجاء رمزي. الحقيقة التفاعل وطلب المشاركة والحضور في جلسة التعليم قبل الجامعي تدل على اهتمام مجتمعي غير عادي بقضية التعليم، والجلسة والمسؤولين عن إدارة الحوار أتاحوا الفرصة لعشرات من المتحدثين من مختلف الاتجاهات ومختلف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وأولياء الأمور والطلبة والخبراء وأساتذة الجامعات والمعلمين، كل أطياف المجتمع كانت ممثلة وبحماس شديد. والحمد لله قدرنا أن احنا نعطي الكلمة للجميع ليعبروا عن رأيهم، وأنا بشكر كل المتحدثين أن التزموا بالوقت المحدد. صعب أن أنت تعرض أفكارك في 4 دقائق فقط، ولكن كل المتحدثين تقريبا بلا استثناء استطاعوا أن هم يوصلوا رسائلهم للجنة الحوار في الوقت الزمني المحدد، وأرسلوا أوراق مكتوبة بخطط أو أفكار ستوضع محل اعتبار إن شاء الله من قبل اللجنة. دكتور جمال، يعني ننتقل من الشق الإجرائي للشق الفني، يعني في هناك تقريبا شبه إجماع زي ما يعني قلنا في البداية عن بعض من النقاط، كان يمكن تصدر الموضوع الخاص بإعادة هيكلة التعليم، تصدر يعني الأرضية المشتركة لمعظم المتحدثين، والمعلم كان يعني في القلب من هذه إعادة الهيكلة. رأي حضرتك؟ تمام. الجلسة الأولى كانت لإعادة هيكلة التعليم بصفة عامة، وده كان مقرر من مجلس الأمناء بالاتفاق مع مجلس الأمناء أنه أول جلسة تبقى إعادة هيكلة وإعادة صياغة القوانين التي تحكم التعليم في ضوء إعادة تنظيم المنظومة بالكامل. ومن حسن الطالع أنه في هذه الجلسة النهاردة جالنا مسودة قانون من مجلس الوزراء بتوجيه من السيد الرئيس أنه يتعمل حاجة هيئة عليا للتعليم، وطبعا ده بيصب في صلب هدف الجلسة. بقول ده من حسن الطالع لأنه قررنا أنه يتعمل لها ورشة عمل أو أكثر، كل الناس والخبراء يناقشوا القانون اللي جاي من مجلس الوزراء، وإن شاء الله يبقى في جلسة مستقبلا نعرض فيها على الحوار الوطني المنتج النهائي لما جاءنا بتوجيه من سيادة الرئيس من مجلس الوزراء. فالعمل في نفس الاتجاه، لابد من النهوض بالتعليم استجابة للرغبة الشعبية العارمة اللي حضرتك شفتها في الجلسة. وكان في حماس شديد جدا في بعض الأحيان إلى درجة الانفلات. هو مش هنقول انفلات دكتور، هنقول مثلا ولا اختلاف، هو يعني خلاف وجهات النظر. ده شيء طبيعي في أي عمل إطلاقا، وده شيء طبيعي في أي عمل عام أن توجد وجهات نظر مختلفة وممكن تكون حادة، ونتقبلها. ده شيء مطلوب لأنه الشباب لازم يكون متحمس، وعلى الأجيال الأكبر أن تستوعب هذا الشباب. كان في مستشار في النمسا اسمه برونو كرايسكي، له كلمة مشهورة جدا: إذا كنت في العشرين ولم تكن ثوريا ومتطرفا فكريا فأنت غير طبيعي. تطرفا إيجابيا طبعا يا دكتور. طبعا التطرف اللي هو إيه المثالية العظمى يعني. وإذا وصلت إلى 40 ولم تفهم أنك كنت متطرفا فأنت غير طبيعي. طيب يا دكتور، يعني حضرتك قيمة وقامة
في الطب، وحضرتك يعني نلت من احد الجهات الدوليه المتخصصه في علاج الامراض الكبد وفيروس سي، The Champions of Virus C Elimination، بطل القضاء على فيروس على الفيروسات الكبدية. سؤالي هنا بحضرتك يعني بصفة حضرتك متخصص وحضرتك علامة، مخرجات التعليم شايفها ممكن هنطلع ممكن أكتر من دكتور جمال شيحة؟ قطعا قطعا. نحن منتج لمنظومة تعليمية سابقا، ومصر قادرة ولديها الإمكانيات، ومستواها الآن برغم أن احنا مش راضين عنه، مستواها الآن يمكن أن يتطور في سنوات قليلة وليست بعيدة إلى مستوى أعظم الدول في التعليم والبحث العلمي. ما الذي طرأ على التعليم في مصر؟ التعليم في مصر لأسباب تاريخية وسياسية حدث فيه ترهل هيكلي أدى إلى ضعف المنتج. ولذلك بمعنى ايه ترهل هيكلي؟ بمعنى كثرة القوانين وعدم وجود منظومة عليا تنظم التعليم، فأصبحت السياسات تتغير بتغير المسؤولين فأصبح خطوة للأمام وخطوتين للخلف، خطوة للأمام وخطوتين للخلف. الآن بإعادة الهيكلة يمكن أن تضع منظومة وسياسات مستدامة لا تتغير بتغير المسؤولين، تجعل التقدم دائما إلى الأمام، ومصر تستطيع. أبرز التوصيات لحضرتك يعني تقريبا خرجت بيها من هذه الجلسة، أولا أننا يجب أن نستجيب للضغط المجتمعي لتطوير التعليم. هذه أولا، يعني بصفته مشروع، الناس القومي، الناس كلها بتضغط في هذا الاتجاه. الخطوة الثانية ان احنا نعمل منظومة واستراتيجية تكون لها صفة الاستدامة، يقوم على تنفيذها مسؤولين، وان توجد جهات للحوكمة والمتابعة لكي نضمن ان هذه السياسات لا تتغير بتغير المسؤولين. عندها اضمن لك ان مصر بعد 7 أو 10 سنوات سيكون في مصاف الدول العظمى في التعليم.